السلام عليكم ليكيب، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وبصحة جيدة. إذا ننتقل إلى الدرس الثاني اللي هو المتابعة الزمنية لتحول كيميائي وطرقها، دونك الجزء الأول. إذا في الدرس الثاني هذا ليكيب واش راح نشوفه؟ أول حاجة راح نشوفها اللي هو مفهوم المتابعة الزمنية لتحول كيميائي، يعني ماذا نعني بالمتابعة الزمنية لتحول كيميائي. ثانيا طرق المتابعة الزمنية لتحول كيميائي، يعني المبرمجة علينا هذه السنة لبكالوريا 2023. والعنوان رقم 3 ملاحظات هامة حول طرق المتابعة الزمنية لتحول كيميائي. واخيرا راح نحلوا يعني تمرينين تطبيقيين للفهم الجيد، يعني سواء الدرس الاول اللي درناه ولا الدرس الثاني يعني اللي هو هذا. ساي ليكيب تري بيان. اذا قال لك المتابعه الزمنيه لتحول كيميائي، ما هو مفهوم المتابعه الزمنيه لتحول كيميائي؟ اذا المتابعه الزمنيه لتحول كيميائي قال لك نقصد بالمتابعه الزمنيه لتحول كيميائي، يعني سواء يكون هذا التحول الكيميائي بطيء ولا بطيء جدا، يعني التحول الكيميائي السريع ما نقدروش نتابعوه زمنيا. لماذا؟ لانه قلنا انه يعني التحول الكيميائي السريع يعني بمجرد تلامس المتفاعلات يوصل التفاعل الى نهايته، ما نقدروش نتابعوه زمنيا. يعني احنا واش نقدروا نتابعوه زمنيا؟ اللي شغل يكون عنده مده زمنيه باش يوصل التفاعل الى النهايه تاعو. سما واش نقولوا؟ دونك نقصد بالمتابعه الزمنيه، يعني كون يقول لك مثلا عرف المتابعه الزمنيه للتحول الكيميائي، دونك نقصد بالمتابعه الزمنيه للتحول الكيميائي، يعني سواء كان التحول الكيميائي بطيء ولا بطيء جدا، لانه لا يمكن متابعه التحول الكيميائي سريع. هو ماذا؟ يعني المتابعه الزمنيه نقصد بها ماذا؟ هو متابعة تطور تقدم التفاعل إكس بدلالة ماذا؟ بدلالة الزمن تي، يعني هذه هي أو هذا هو تعريف المتابعة الزمنية. دونك هو دراسة تطور تقدم التفاعل إكس بدلالة الزمن، ويمكننا المتابعة الزمنية لتحول كيميائي باستعمال طرق عديدة، من بينها عندنا طرق كيميائية، والطريقة الشهيرة في الطرق الكيميائية هي المعايرة اللونية. وكذلك عندنا طرق فيزيائيه، دونك ومن بين يعني الطرق الشائعه في الطرق الفيزيائيه هي عندك طريقه قياس الناقليه، قياس حجم غاز، وقياس ضغط غاز. اذا نبداو بالمعايره اللونيه. قال لك ترتكز على ماذا؟ على معايره احد الانواع الكيميائيه، سواء يكون هذا النوع الكيميائي متفاعل او ناتج. تري بيان. وعندنا قياس الناقليه، دونك نقولوا الناقليه النوعيه سيغما ولا الناقليه جي. دونك في حاله كان المزيج التفاعلي يحتوي على شوارد، يعني يكون عندنا شوارد في المزيج التفاعلي. وبالنسبه لقياس حجم غاز وقياس ضغط غاز، دونك في حاله كان احد المتفاعلات ولا النواتج عباره عن ماذا؟ عباره عن غاز. هنا كاينه ملاحظة مهمة جدا، سيكو العام اللي فات بكالوريا 2022 قرينا المعايرة اللونية وقياس الناقلية فقط. هذه السنة يعني بكالوريا 2023 نقراو يعني المعايرة وقياس الناقلية، ونزيد كذلك قياس حجم غاز وقياس ضغط غاز. يعني طلبة بكالوريا 2023 أحرار، يعني لازم نزيدو نشوفو حتى هادو، وراح نشرحوهم بالتفصيل إن شاء الله. إذا الملاحظة الهامة اللي درتها لكم هنا لتحت هي ماذا؟ قال لك الطريقة الفيزيائية، تبع معايا مليح يعني في هذا النص واش راه يقول. قال لك الطريقة الفيزيائية أكثر نجاعة وأدق من الطريقة الكيميائية. لماذا؟ لأن الطريقة الكيميائية يجب استعمال، يعني الطريقة الكيميائية اللي نقصدوا بها المعايرة اللونية، باسكو حنا راح نقراو فقط المعايرة اللونية. دونك في الطريقة الكيميائية اللي هي المعايرة اللونية قال لك يجب استعمال عدة عينات من المزيج التفاعلي، مما يتطلب استعمال كمية مادة كبيرة نسبيا. يعني ليكيب دوك بعد كي نقوموا بعملية المعايرة وكنقولوا نتابعوا زمنيا، لاحظ مليح، العام اللي فات في السنة الثانية ثانوي كنتوا تحكموا البيشر وتعايروه فقط، يعني تعايروه في لحظة واحدة. الآن أنا كي نعاير البيشر بما فيه في لحظة واحدة أنا ما نسميهاش متابعة زمنية، يعني باش نتابع زمنيا لازم يكون عندي مدة زمنية يعني متعاقبة، لحظات زمنية مختلفة، يعني تي أن تي دو، يعني بعد مرور مثلا 5 ثواني، 10 ثواني، 20 ثانية، إلى غير ذلك. راك معايا؟ سما لازم هذاك المزيج التفاعلي هذاك، هذاك البيشر اللي يكون فيه الحجم الكبير، لازم نقسمه إلى عينات ونعاير عفوا كل عينة.
راك معايا؟ سما هنا حنا دوك باش نستعملوا الطريقه الكيميائيه هذه، دوك لازم نستخدموا كميه، يعني الاصل اللي هو البيشر هذاك اللي نستخدموه باش نقسموه من بعد الى عينات، دوك لازم نستخدموا يعني كميه ماده تكون كبيره. اما فيما يخص الطريقه الفيزيائيه ما تستلزمش كميه ماده كبيره، تستلزم ماده كميه ماده اقل، وتنجز القياسات بصفه مستمره دون الحاق اي تغيير في الوسط التفاعلي. يعني مثلا انت كي تحب تقوم بعمليه مثلا قياس ناقليه ولا، دونك تجيب البيشر تاعك فوالا ودير فيه كميه ماده قليله باسكو انت ما غاديش تقسمه. انا علاش هنا ندير ماده كميه ماده كبيره؟ باسكو غادي نقسم الناتج التفاعلي هذاك، راك معايا؟ باش يوليو عندي عينات ونعاير كل عينه في لحظتي. بصح انا كي نحب نقيس الناقليه معليش، دونك ندير كميه ماده صغيره فوالا، دونك ندير مثلا الاش 3 او بلس سي ال موا مثلا مع الزنك، راح يكون عندي يعني يكون عندي يعني شوارد في الناتج التفاعلي، ونقيس الناقليه تاعي وندي كميه ماده قليله من زاد ان وكميه ماده قليله من اش 3 او بلس سي ال موان صاي، وما نلحقش ضرر بالوسط التفاعلي. على عكس الطريقه الكيميائيه شغل هذاك المزيج الاصلي نقسموه، تسمى راني لحقت ضرر، يعني راني غيرت من الوسط التفاعلي. دونك هذا باختصار باش نعرفوا انه الطريقه الفيزيائيه اكثر نجاعه وادق من الطريقه الكيميائيه. وقد يجيك ثاني سؤال نظري يعني في البكالوريا يقول لك مثلا انت واش تفضل، الطريقه الفيزيائيه ولا الطريقه الكيميائيه ولماذا؟ صاي دوك في الطريقه الكيميائيه يعني راح يكون عندنا تغيير في الوسط التفاعلي وذلك بتقسيمه الى مثلا عده عينات، يعني وكذلك الطريقه الكيميائيه نستعمل كذلك كميه ماده كبيره نسبيا. اما بالنسبه للطريقه الفيزيائيه فنستخدم يعني او نستعمل طريق كميه ماده قليله يعني او فوالا، ولا نحدث تغيير في الوسط التفاعلي. صاي ليكي تري بيان، يعني هذا فيما يخص الدرس نتاعنا، هو درس يعني بسيط جدا، يعني عرفنا فيه مفهوم المتابعه الزمنيه، طرق المتابعه الزمنيه يعني سواء الطرق الكيميائيه ولا الطرق الفيزيائيه، وعرفنا لماذا، وراح نزيدوا كذلك باسكو حنا مازال ما قريناش، حنا راح ندرسوا هذا بالديتاي يعني بالتفصيل، راح ندرسوا قياس الناقليه بالتفصيل، قياس حجم غاز كذلك بالتفصيل، قياس ضغط غاز بالتفصيل، كامل يعني كل يعني طريقه راح ندرسوها بالتفصيل الممل ان شاء الله. صاي دونك هكا وين نزيدوا نفهموا اكثر الملاحظه هذه، يعني كي نكملوا دراسه الطرق هذه دونك راح نزيدوا يعني سواء طرق كيميائيه ولا فيزيائيه راح نزيدوا نفهموا الملاحظه هذه جيدا. صاي ليكيب تري بيان، دونك غدوه ان شاء الله واش راح نديروا؟ غدوه راح نحلوا تمرينين، يعني تمرينين حول الدرس الاول والثاني، يعني لازمكم تراجعوا الدرس الاول والدرس الثاني، الدرس الثاني ما فيه والو اصلا، دونك باش نحلوا التمرينين هذو، دونك نحلوا التمرين الاول والتمرين الثاني، يعني تقدروا تسيو فيهم واللي يعني ما عرفش كيفاش يتحصل على الوثائق، دونك نخلي لكم الانستغرام تاعي لتحت، تقدروا يعني تواصلوا يعني تما معايا ونعطيكم طريقة التحصل على الوثائق. صاي ليكيب، دونك نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق والنجاح، نلتقي غدا إن شاء الله ونحل التمرينين الخاصين بالدرس الأول والثاني.